فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الكافر يضحك قليلاً وسيبكي كثيراً، أما المؤمن قد يبكي قليلاً ولكن سيضحك كثيراً. بطولتك أنه حينما يولد الإنسان كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، أما إذا وافته المنية كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلاً يضحك وحده. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون.